شو رأيك ناخدهم لعندك على المطعم؟ لك أنا كل عمري قاعد بهالمطعم، خلينا نطلع لغير مكان. خلص منروح على غير محل. أي بيكون أحسن، لأنه ما في أكل بالبيت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. أهلين فيكم. لك رفيف، أنتوا شو عاملين بالبيت؟ أوه والله يا عمران طلع بيتي حلو، أنا ماني عارفة. إيه أنا ونظلي حبينا نرتبه شوي. يسلموا إيديكم، هلأ بيّن شكله. إيه والله، وريحته بتاخد العقل. الله يسلم هالإيدين. تفضلوا على العشاء، جاهز. يا الله قديش إلي ما أكلت بالبيت. جلال أختي، أنتوا قعدوا ارتاحوا وأنا بجيب الأكل من المطبخ، تفضلوا. معقول هالحكي؟ أنتوا أكيد تعبانين. خلاص أنا وأختي منجيب الأكل. لكن هلأ صار فيك تعب. لك يا رجل، حتى لون الصحون تغير. هلأ وفيتي بوعدك. خير إن شاء الله. أي وعد؟ رفيف وعدتني تعمل لي محاشي من تحت إيديها. عجبك طبخي؟ ما في أطيب من هيك. بصراحة بتطلع أطيب من هيك بالعادة، بس استعجلنا شوي. طعمتها بتاخد العقل. صحتين وعوافي. على قلبك، يسلم إيديك. عنتو بتاخد العقل، يسلموا. صحتين وعوافي. إن شاء الله صحة وعوافي. على قلبكن. يلا نزلي قومي نضب الصفرة. لو سمحتوا لا تعذبوا حالكن، أنتوا ارتاحوا وأنا بضبها. ما بيصير هالحكي. لا بيصير ولا يهمك، أنا بضبها. أنتوا تعبتوا كتير اليوم، روحوا ارتاحوا. ليكي أختك رح تنام فورا. لا أبدا، مو نعسانة. يلا روحوا ناموا وارتاحوا شوي، أنا وجلال منضبها. طيب مثل ما بدكم، براحتكم، تصبحوا على خير. ايه عمران بيك، بق هالبحصة اللي بتمك، ما صار لازم هلأ تحكي لي اللي صاير معك؟ لحظة شوي، عالناشف ما بيمشي الحال، استنى جاي. مثل ما سمعت جلال، أمه للبيبي مو ديما رفيف. طيب ورفيف بتعرف؟ ما بتعرف فيه منوب. شو بدك تعمل؟ رح تخبرها؟ كيف بدي خبرها يا جلال؟ أنا بحياتي ما احترت بشي لهالدرجة. والله معك حق، شي بحير. يعني إذا حكيت مصيبة وإذا سكتت كمان مصيبة. يا الله، بتمنى ساعدك بس ما عندي حل. والله وأنا كمان ما عندي حل. كل شي مسدود بوشي وما عم لاقي أي حل أبدا، من جهة رفيف ومن جهة تانية ديما. ما بعرف شو بدي أعمل. صعبة، صعبة كتير، كتير صعبة. صباح الخير عمران بيك. صباح النور. جلال ما خلاني روح مبارح، نمت هون. ايه قال لي جلال بيك. انا رح اجهز الفطور، ماشي؟ رفيف، فيكي تعدي لنحكي شوي؟ طبعا. في لك خبر حلو عندي. مبارح حكيت مع محامي جديد وهو رح يهتم بقضية أمك ورح نطلعها بأقرب فرصة.
يسلموا. وكمان في خبر تاني عن البيبي. عمران بيك، شو مو حلو الخبر؟ البيبي طلع صبي. عن جد عم تحكي؟ شو حلو هالخبر؟ ما بتتخيل قديش فرحتني. أنا دايما كنت بتمنى يكون عندي صبي. يعني بعرف أني حاضنة وهاد بيكون ابن حضرتك. لا تقولي هيك لو سمحت. ألف مبروك عمران بيك، والله فرحت لك كتير. طيب أنا رح أجهز الفطور. يا سلام، هالبيض ريحته بتشهي. يلا عمران انتوا اقعدوا، انا بجيب الشاي. انا رح اجيب الشاي جلال. لا ولا يهمك. انتي منيحة؟ هالفصعون عم يرفسني ولساته ببطني. حط ايدك. عمران، حلو كتير. ورفيف كمان هون؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. وعملت لك الأكل كمان؟ آه؟ مو وعدتي تعملي له الأكل بإيدك؟ طبختي له ولا لا؟ ديما اهدي شوي، انتبهي على حكيك. أنا طول الوقت مشغول بالي عليك وما عم نام، وانت قاعد هون معه؟ لك يا عيب شوم عليك. يلا تعي خلينا نمشي. بعد ولا تلمسني. مرت اخي انت فهماني الموضوع غلط. انا فهماني الموضوع منيح وشفت اللي شفته وما رح ازعج حدا، انا لحالي بمشي. ديما، ديما وقفي. أختي شو صار معي؟ ما في شي نزلي، ديما خانم كانت معصبة وصار سوء تفاهم مو أكتر من هيك. ديما، ديما، ديما وقفي. شو؟ شو صاير لك قليلي؟ شفتكن عمران وأصحك تنكر هالشي. لك أنت عم تحكمي علي غلط، اللي بالك مو مزبوط. وانت ليش كتير مبسوط؟ انا متأكدة انه في شي بيناتكم. ديما انا مليت منك. وانا كمان مليت. نحن وصلنا لنهاية الطريق. شو قصدك قولي؟ بدي نتطلق فورا. عن جد؟ ما عم بقدر اتحمل وما بدي ازعجكم معي. طيب طالما انت هيك بدك نتطلق. لك في ولد بالموضوع؟ انا بكون ابوه وامه رفيف. شو انا ما بدي يجينا ولد ونفرح فيه؟ بس مو بايدي انا، مو بايدي انا. وحده عاقر
ما بجيب ولاد. بترجاك أنا بدي أكون أم، بدي يصير عندي ولد، الله يوفقك. اسمعني ابني، بدي إياك تعرف كتير منيح إنه رب العالمين رحيم بعباده. أي شي بيقسم لنا إياه بيكون في خير لإلنا. بعد شهور رح يصير عندكم ولد، وأنا رح صير تيتي، رح تصيري أمه أخيرا. ما بتفكري غير بحالك، حطي حالك محلها شوي، حسي باللي عم تحسه. لو ما صار اللي صار هديك الليلة ما كنا رح نحكي هالحكي هلأ. مع الأسف حضرتك مستحيل تكوني أم. البيبي من عمران ورفيف. ما حدا رح يعرف شي عن القصة. أنت رح تكوني أمه لهذا الولد، وهالشي رح يضل سر، رح يضل سر بيناتنا لآخر لحظة بحياتنا. من اليوم ورايح ما رح يصير اللي بدك إياه. هاد الولد ما رح يخلق، ما رح يخلق. نزلي نزلي، استعجلي شوي لأنه رح نتأخر. يلا أختي، ليكني نازلة. ألو، أهلين عمران بيك. كيفك رفيف؟ كيف بدي يكون؟ على حطة إيدك. ما تتضايقي على اللي صار اليوم. عمران بيك، أنا ما بحب كون سبب مشاكلكم. بعدين ديما خانم عم تعتبرني المسؤولة على طول. والله تعبت كتير، مالي متحملة موقف تاني. خلاص ما عاد تصير هالمواقف، لا تشغلي بالك. أنا جاي لعندكم هلا، خلينا نقعد نحكي. بس نحن رايحين نشوف أمي بعد شوي. أنا صرت قريب، بوصلكم بطريقي. لا لا، شكراً عمران بيك، منروح لحالنا أنا وأختي، ما في داعي تعذب حالك، مشوارنا مو بعيد. ماشي، مثل ما بدك. اتصلي فيني إذا احتجتي شيء. شكرا، مع السلامة. بعمري ما كان يخطر لي إنه توصل الأمور بينك وبين ديما لهالدرجة. يعني كيف صار هيك؟ فكرتكن عايشين بسعادة، وكنت أقول قديش متفاهمين. خسارة. أنا كمان مو مصدق اللي صار. فيك تقول إنه هذا قدرنا بالحياة، ما فينا نعارض القدر. أنا ماني مقتنع، مبين إنها حكيت هالحكي وهي معصبة. لما شافتك أنت ورفيف فقدت أعصابها. طيب أنت ما قلت لها إنه ما في شي بيناتكم، وإنه هي بجوز فهمتكم غلط؟ معقول ما قلت لها، بس أكيد ما صدقت. يا الله، الموضوع اللي صار غير ديما كتير، وخلق جواتها كره كبير. ما عاد شافت بعيونها، كأنها حاطة لحياتها إطار وما بدها تطلع براته. اللي مضايقني بالموضوع انه ديما ما عادت وثقت فيني. طيب عمران، انت بتوثق فيها؟ اذا بتذكر انت قلت لي اخر مره انه ديما خبت عنك الحقيقه، قلت لي بوقتها انه مرتي كذبت علي. على الاغلب انا كمان ما بثق فيها، بس صدفه عرفت انه رفيف هي امه للجنين. يمكن ما كانت قالت لي بحياتها. كيف فيني اثق فيها بعد اللي صار؟ فيك تقول إنه الثقة مثل ريشة العصفور، إذا طيّر الهوى ما عاد فيك تمسكها بنوب. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق الضغط. خطة مسكر. ما قلت إنها راحت على الحبس مشان تزور أمها؟ مجبورة تطفي جهازها، ما في داعي تقلق كل هالقد. لك أنت ما سمعت اللي حكته مع ديما؟ سمعت وندمان كتير لأني قلت لديما على مكانك، بس لما اتصلت مبارحة كانت قلقانة وانجبرت إني خبرها. خلصنا جلال، أنت مالك ذنب. أنا مالي خايف من ديما أبداً، هي أوهمت حالها وصدقت. يا ترى رح تقدر تصلح الأشياء يلي تخربت بيناتكم؟ ما بعرف. أنت مفروض تحاول، يعني قد ما كان بتضل ديما هي مرتك وحبيبتك. جلال، حاجة تضغط علي أكتر من هيك، أنا مو ناقصني. Thank you.
يعطيكم العافية. عمران أهلا وسهلا. وقت سمعت أنكم بالمطبخ أجيت لهون بسرعة. أهلا وسهلا. أهلين فيكم، كيفكم؟ تعبتوا شي؟ بالعكس عم نلتها هون. يا سيدي والله الصبايا ما في منهم أبدا يا عمران. شو عم تعمل؟ كأنه حضرتك لافف رجل على رجل. معقول؟ ليكني عم بعمل المسبحة. شوف دقلي طعمتها وعطيني رأيك. مو طيبة منوب؟ ايه؟ شو حاطط له؟ حاجتك بقى؟ والله ماشي هلأ بزبطها. ليش عم تشلح جاكيتك؟ شو بدك تعمل؟ خلاص أنا بدي أعملها، أنت واقف على جنب. شو هالحكي؟ طبعا اي بلش لك. أعطيني لقلك، روح جيب لي الحمص المنقوع والزيت والثوم. ركود يلا. يعني هلأ صرت صاني عندك؟ يلا آخر عمري؟ يلا ركود لشوف. إذا بدكم رأيي كله ممتاز، يعطيكم العافية. بفضل حضرتك. أنا ما عملت شيء أبدا. والله المسبحة طعمتها كتير طيبة. أكيد عمي جلال هلأ رح يعزف لك أول ما يدوق طعمتها. صحيح قبل ما أنسى، بس الشي اللي رح أقوله بيتعلق فيكي أنت. مين أنا؟ سجلتك بمدرسة قريبة ورح تبلشي دراسة. عن جد عم تحكي؟ سمعتي اللي قاله؟ رح أبلش بالمدرسة. مبروك يا عمري، شفتي كل شي تمنيتي عم يتحقق. هاي رح تبلشي بالمدرسة كمان. عن جد شكرا كتير إلك عمران بيك. واجبي. رح أعملكم فنجان قهوة تشربوه على رواق، شو رأيك؟ إيه جبتيها منشرب. شوف قديش فرحت. هلأ دورة لأمك، إن شاء الله بأقرب فرصة رح نطلعها. إن شاء الله. صايرة ما عم بتروح من بالي، منيحة ولا لا؟ شو وضعها؟ مرتاحة جوا؟ تعودت على غيابها، بس أحياناً بتمنى لو أسمع صوتها. عفواً. نعم نادر، ممكن التقي فيك اليوم؟ تمام، شوفك. وينك؟ أنا موجود بمطعم الأوتيل اللي نزل. ألو. نعم عمران، لك ابني وينك انت؟ مشغول بالي عليك كتير، قديش لك ما اجيت على البيت لهون؟ انا منيح امي، ما في داعي لهالخوف. اللي ايمتى بدك ترجع؟ ما بعرف لسه. ابني تعال على البيت لنحكي. انا بعرف انك متضايق مني كتير وزعلان، بس يعني انا بضل امك يا روحي. امي انت حطيتيني بموقف صعب وما تركتي لي خيار، ما في شيء لأقوله. اسمعني يا عمران، يا عمري أنت. أمي أنا لازم سكر. أهلا وسهلا يا بيك. أهلين. شكرا لك. واجب. نادر. أهلا وسهلا عمران. عن جد أنا بتشكرك لأنك جيت. شو بدك تحكي؟ عمران أنا إلي كم يوم ما عم أوصل لكرم، ما عم يرد علي بنوب، بيفصلني على طول، بدي حاكي. بدي إياك تفهم يا نادر أنه أنا ما عاد فيني أعمل أي شيء بهالخصوص، عملت اللي فيني عليه وهلأ القرار لكرم. أنا بعرف، يسلم، بس أنا عم بتصل بكرم مشان شيء تاني. عمران بصراحة أنا بدي أشوفها لمريم. متأكد؟ يعني مريم أكيد رح يكون عندها نفس ردة فعل كرم. مريم أكتر واحدة رح تفهمني، أنا وياها عشرة عمر وبدي خليها سامحني. طيب بس بالأول ضروري نسأله لكرم. ممكن تسأله أنت؟ أهلا وسهلا ابني. أهلين فيكم.
عمران تعال اقعد شوي.